شبابي بتعرفوا انه احنا مش مختلفين في كتير قصص بتجمعنا. سلام عليكم، انا مسلمة محجبة. انا ناشط اجتماعي ومسيحي. انا بلعب جول وميكانيسيان. ولك ايه، اكيد بعرف كل هيدا الشيء عنكم، ما جاي اتعرف عليكم جديد. بلا فلسفة، شو قصدك؟ ما ايه، كيف عيدنا الفصح وصمنا رمضان، كيف كانوا الجامعات والمدارس، برأيكم مثل كل سنة؟ اكيد لا. معكم حق 100%. لا لا اكيد لا، وكمان ما صلينا بالجامع ولا بلا كنيسة، شغلنا صار كله اونلاين. انا خربت بيتنا وغيرت تقاليدنا ومعتقداتنا. وصراحة قبل الكورونا ما كنت اعرف ازرع، هلأ تعلمت الزراعة بعد الكورونا، لأن بتعرفوا ما فينا نشتري بقى من وين ما كان، كل شيء صار غالي. ايه شفتوا كيف، خلونا نكون واعيين تنحارب كوفيد 19. صح، كلنا سوا صغار كبار، شو ما كان جنسيتنا طائفتنا او جنسنا، كلنا انسان.